من أكتر الأسباب اللي بتعمل كسور خاصة في سن صغير هي فكرة الهشاشة. وكتير قوي لما بنسمع هشاشة عظام بيجي في دماغنا ان احنا عندنا نقص في الكالسيوم، وبقينا بنهدي بعض دلوقتي بالفيتامينز. يعني كتير يكون حد مسافر بره يبعت هدية او هو نازل يجيب فيتامينز هدية، من ضمنهم الكالسيوم فيتامين دي. هل اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط؟ لا دي ده بقى بعيد تماما عن الصح. يعني احنا شفنا علاج الهشاشة مش كالسيوم وفيتامين دي. علاج الهشاشة ده مرض لازم تعمل له سكور زي ما احنا قلنا في الاول، وبناء عليه في علاج بيتاخد في قرص كل اسبوع، وفي حقنه تحت الجلد كل 6 شهور، وفي حقنه بتتاخد كل يوم. فده علم لوحده. ارجوك لو عندك هشاشه ما تاخدش كالسيوم، عمال على بطال. حتى لو انت صحتك كويس تاخدش كالسيوم. الكالسيوم بيعمل تصلب في الشرايين، الكالسيوم بيترسب في اوتار الكتف، الكالسيوم كتر الكالسيوم وقله شرب الميه بيعمل ترسيب شوكه الكعب، بيعمل ترسيب شوكه جوه الوتر الاكيليس. فارجوكوا ما تاخدوش كالسيوم، ارجوكوا اشربوا ميه كويس جدا، بلاش الهدايا. لو جالك هدايا روح بيها لدكتور العظم، ظبطني اكتب لي علاجي، احسب لي جرعتي، ان جرعتي غير جرعتي غير جرعه 6 70، اعمل تحليل وظائف كلى قبل ما تاخد اي فيتامينز، ان الفيتامينز لود تقل على الكلى والكبد. صحيح. فلو سمحتوا بلاش كالسيوم عشان ما يحصلناش تصلب في الشرايين. احنا فاكرين تصلب الشرايين بيحصل من الكوليسترول بس، لا، تصلب في الشرايين قلب ممكن يحصل من كتر الكالسيوم.